الحوائج وشفاء المرضى وتعجيلا لفرج المولى صاحب الأمر الثالثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. شيعتي ماء شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو شهيد فاندبوني. فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني. أيوة حسين، وبجرد الخيل عمدا بعد قتلي سحقوني. ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني. يا صاحب الزمان، كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني، وسقوه سهم بغي عوض الماء المعين. ونبني مآتم للحزن لنصوب، ونبني الطفل عادوا يفطمونه، ونبني فطم يا ناس بسهام المنية، فطم يا ناس بسهام المني. لذلك هذا الطفل الرضيع كان له أثر عند أهل البيت. إمام زين العابدين كان يسأل المنهال، يقول له ما صنع حرملة؟ يقول له بعد عدل ورا سنتين، يقول له يا منهال كيف صنع حرملة؟ يقول يدعو الإمام زين العابدين: اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر الحديد. أما الرباب تقل لي يا ابني، يا ابني يا عبد الله يا غالي، يا ابني يا عبد الله يا غالي، يا غالي يا غالي، يا يما أنا برباك سهرت الليالي. تقل لي يا ابني يا عبد الله يا مظلوم، يلمتت من الماي محروم. يا يما يا يما أنا عليك للبسود الهدوم. والله يا أخي كثر السواد،
بس واحد يموت لواحد يلبس اسود. الحسين فقد كل شيء هالعشرة ايام كثر السواد. انا عليك للبس سود الهدوم يا يمه وابجيك يا ابن بقلب معلوم اللي يحتاجون ذرية بيات الدعاء. يا ابني يا عبد الله يا غالي يا يما زبيل مهد والمهد خالي يا زبيل مهد والمهد ردوا يا سجلك الزهرة والله المهد خالي. لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم ومنه هذه الآية المباركة. هسه إذا نجي بداية على القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول في سورة إنا أنزلناه في ليلة سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. يعني القرآن نزل بيا ليلة ليلة القدر. زين القرآن يعني معناته نزل شنو معناته نزل في ليلة القدر؟ نزل إلى السماء الدنيا يعني إلى السماء الدنيا. زين إذا نزل إلى السماء الدنيا من يتلقى؟ ماكو قابل لتلقي القرآن الكريم إلا في صدر خاتم الأنبياء محمد. صلوا على محمد. إذا نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله، حتى أن النبي في كما في وسط سورة القيامة الله يخاطبه يقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فمن نزل القرآن في ليلة 23 احتاج إلى 23 عام حتى القرآن يكون يعني ينزل على أحداث معينة وقائع معينة. فلذلك المفسر مفسرين القرآن الكريم على أي آية يريدون يفسروها أول ما يجون على ويش؟ يجون على أسباب النزول، يسموه أسباب النزول. يعني هاي الآية شو وقت نزلت؟ لأن القرآن تقسم سور مكية وسور مدنية على طيلة 23 عام، مو 13 سنة بعشر سنوات. السنين الأولى يسموها مكية لأن بمكة، والمدنية يسموها ليش مدنية؟ بالمدينة نزلت. فشوف القرآن متسلسل ليش؟ حتى أولا يعيش الله سبحانه وتعالى يريد القرآن ينزل إلى أرض الواقع، يتجسد القرآن الكريم في قضايا معينة، يكون واضح معالم القضايا واضحة أسبابها واضحة. فهذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إيش وقت نزلت؟ نزلت عندما النبي صلى الله عليه وآله أمر بتبليغ الرسالة وبلغ الرسالة والآيات القرآنية يتلوها. إجوا جماعة من المهاجرين والأنصار للنبي صلى الله عليه وآله جامعي لأموال وكذا، يعني قال لهم شنو هذه
يقول قالوا له يا رسول الله هاي أجر الرسالة، يعني إحنا أنت تعبت أنت بلغت فإحنا يعني ردتك أجر للرسالة. يقول أطرق برأسه النبي صلى الله عليه وآله، يقول ونزل جبرائيل وتلا النبي صلى الله عليه وآله قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا، النبي ما يريد منكم لا فلوس ولا ذهب ولا فضة إلا المودة في القربى. إذن أجر الرسالة شنو معناته؟ يقول يطلب الله سبحانه وتعالى منكم المودة، طلب الرسول المودة في القربى. زين هسه عرفنا المودة في القربى. العلماء يقولون شنو معنى المودة في القربى؟ قسم من العلماء قالوا معنى المودة الاتباع، المودة في القربى يعني اتباع القربى، اتباع أهل البيت عليهم السلام، اتباع أهل البيت عليهم السلام. يمكن سيتبادر للأذهان يقول لك يا با المودة يعني المحبة، وتمام المودة يعني المحبة. أكو كلام للإمام الباقر عليه السلام لطيف جدا، أدى في كلام أجارنا الله في بعض الأشخاص الذين يعصون الله ويدعون حبه. شو يقول؟ يقول تعصي الإله وأنت تذكر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. يعني إذن هو الأصل، الأصل شنو؟ الأصل الاتباع، واضح؟ ليش؟ مثلا مثلا هسه واحد يسألوه يقولوا له أنت تحب زوجتك؟ يقول أنا إيه أحب زوجتي. يروحون لزوجته يسألوها يا بشلونه وياك؟ قالت والله هذا مأذيني، يأذي زوجته. ها يسألوه تحب زوجتك؟ يقول إيه، لكن هو يأذيها. زين هو الحب غير ينعكس على الإنسان، صح لو لا؟ أنا من أدعي أنا أحب واحد، غير هذا الحب ينعكس علي بتصرفاتي تجاهه، أمهد للطريق، أقضي حواجه، أذلل للمصاعب، مو؟ هذا تعبير من عندي شنو؟ عن هذا الحب. فلذلك مو بس يعني ويا الزوجة، ويا الأخ، ويا الأخت، ويا كل الناس. الإمام أمير المؤمنين يقول عاشروا الناس معاشرة، إن غبتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم. أنتوا حاولوا تعيشون هيك حياة بالمجتمع ويا زوجاتكم ويا أهاليكم ويا القريب والبعيد. أنه يكون في يوم من الأيام من ما موجود يقول وين فلان؟ والله مشتاقي له، مو؟ وإذا مات يبكي عليه. والإنسان ترى صح ما مكشوف بالدنيا، لكن مكشوف عند الملائكة. ليش؟ شلون عند الملائكة؟ إذا مات المؤمن يقول بكت عليه الملائكة 40 صباحا، مو بس الحسين من استشهد صار. قالت زينب، قالت أو عجبتم أن بك أن مطرت السماء دما؟ مو فعلا مطرت، يعني 40 مطر دم حزنا على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. تدرون هاي المآتم إش قده لها أثر بالارتباط بالله سبحانه وتعالى، أثر كبير جدا، وأثر في مسألة مهمة جدا ولا مجال للتفصيل فيها حقيقة، ومسألة الشفاعة. الشفاعة لأهل البيت عليهم السلام تجي بمقدار الارتباط بهم. الإنسان إش قد ما يكون مرتبط أكثر بأهل البيت كلما كانت الشفاعة أقرب إليه. فالشفاعة مهمة، ولو الشفاعة أمر غيبي، يقول السيد عبد الأعلى السبزواري رحم الله وعلى الله درجاته، ويتكلم في تفاصيل، عنده كتاب خاص للي يقرأ اسمه كتاب الشفاعة، بتفاصيل كبيرة جدا أو كثيرة، وهذه المقامات العظيمة بالقرب من الله سبحانه وتعالى. فلذلك نشوف النبي صلى الله عليه وآله ينقل عن شفاعة النبي وعظم شفاعة النبي يوم القيامة، وهذا القرب من الله سبحانه وتعالى اللي صار قريب من الله، إنه دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ما كذب الفؤاد ما رأى، وصل لهالمكان اللي جبرائيل ما قدر يوصل. قال له يا رسول الله لو تقدمت أنمل لاحترقت بعد السماء السابعة. قال له تخذلني؟ قال له ما أقدر. يقول بتلك اللحظات جاءه النداء
من رب العزة والجلال: يا محمد اطلب تجاب، ماذا تريد؟ شو تريد أجيب لك؟ قال: يا رسول الله، لا أسألك آمنة التي ولدتني، ولا حليمة التي أرضعتني، ولا خديجة التي آوتني، ولكن أسألك أمتي أمتي. صلوا على محمد وعلى. فإحنا نلتمس الشفاعة والمقام المحمود للنبي صلى الله عليه وآله والمكانة، ونحن نحيي ذكرى استشهاد الحسين، فلذت كبد رسول الله الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالمودة إجت هنا، أي الاتباع. يعني شنو الاتباع؟ يعني السير على نهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يعني شي يريد من عندنا الآية؟ شي تريد من عندنا الآية؟ تريد تبني رجال، كما في هذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مو اللام هذه للتوكيد، يشيرون أهل اللغة. فشنو يعني شي يريد الله سبحانه وتعالى يخلينا قدوة أسوة؟ يقول لك هذا النبي قدوتك، انت امشي ورا النبي صلى الله عليه واله، اتبع اثار النبي صلى الله عليه واله. العلماء يقولون من اهم صفات النبي صلى الله عليه واله واللي كانت متميزه وواضحه فيه هي صفه التواضع. النبي كان متواضع، يحمل كل الصفات الجميله اللي ينقل الامام زين العابدين، يقول: اوتينا العلم والحلمة مو والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، سبع خصال. مو كل مواصفات النبي، النبي منو أشجع من عنده؟ ماكو أشجع من النبي أحد. وهذا بعد أكو أشجع من علي بن أبي طالب؟ شو يقول علي بن أبي طالب؟ كنا إذا احمر البأس واشتد الوطيس لذنا برسول الله صلى الله عليه وآله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، أقرب واحد للعدو ما يخاف النبي، شجاع جداً. لكن الصفة اللي كانت بارزة بالنبي واللي كانت واضحة صفة التواضع. يعني هو القرآن من يقول: وإنك لعلى خلق عظيم، كانت من أبرز الصفات صفة التواضع عند النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا أنت شوف سيرة الأنبياء وتابع سيرة الأنبياء، ما تجد نبي أكثر تواضعا من النبي محمد. صلوا على محمد وآل محمد. يقولون يجي أعرابي، النبي يوزع العطاء، يجي أعرابي يدخل يقول يشق الصفوف، يجي للنبي صلى الله عليه وآله، يقول يمسكه من رقبته، يقول ويسحبه سحبا قوي، يقول حتى أن رقبته أصبحت حمراء. زين، ويقول له: أعدل يا محمد. النبي يقول له: من أعدل مني؟ يقول شير. قال له: شو تريد؟ قال له: عطاء. قال: اعطوه من عطائي، اكرموه انطوه. بالله هسه احنا اذا نجي للنبي صلى الله عليه واله وتصرفات النبي، القران يقول النبي قدوه واسوه لكم. هسه لو مثلا اي واحد، خلي هذا اللي يقول هو خير وصعد عن منبر يحكي، مو تمام؟ هسه خلي واحد يجيك فد شغله منا يحكي وياك، شويه يحكي وياك، شو تسوي بيه؟ ها؟ راسا تقاوم عشائريا. وبعد قام مو تمام؟ لو مو تمام، احنا هل نحمل اخلاق رسول الله بتحمل الاخرين؟ عندنا لو ما عندنا؟ ها؟ اسالكم بالله، المجتمع هسه، المجتمع بالوقت الحاضر ما يعيش. هسه اخوه بعيد عن مجلسنا، لا انا ما احكي عن المجلس مالنا، البعيد مثلا، يعني ما يعيش ازمه اخلاقيه؟ ها؟ ليش؟ يبتعد عن اخلاق النبي صلى الله عليه واله. هذا النبي، النبي يتحمل الاخرين، يستوعب الاخرين. الإنسان يجب عليه أن يتحمل، إذا إنسان مؤمن خير يستوعب الآخر، يتحمل، مو رأسا مثلا عادي أو يعمل الأشياء. واحد إجى للنبي صلى الله عليه وآله قال له: يا رسول الله، فد نصيحة من عندك، كل شيء ما أريد من عندك. مو النبي يقول طبيب جوال بطبه، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كل واحد هم بينا يشوف له شنو علاج ينطيه. قال له فد نصيحة، أنا أروح كل شيء ما أريد. أعرابي واحد منهم إيش قال له؟ قال له قرأ هاي: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. قال له روح هذه، أخذها منهاج حياتك،
انت بعد الحد ما تموت. قال له ما اجيك يا رسول الله هالمره وبعد ما اجي. قال له هاي بعد احسب حساب، كل ما تسوي شيء زين ترى قدامك تلقاه موجود، وخاف تسوي لك شيء مو زين ترى لو مثقال ذره هيك خاف انت ما تشوفه وصغير، بس هو ترى موجود مضموم لك، روح وخذها قاعده بحياتك. واحد قال له يا رسول الله غيره، انا اريد فد موعظه، جاي انا عندي عشيره وانا شيخ عشيره. قال له لا تغضب. قال له بس هاي؟ قال له ايه لا تغضب. يقول هذا رجع راح المنطق منطقته، واذا بي سمع انه صايرة فد مشكله بين عشيرته وعشيره اخرى. على شنو؟ اولاد متعاركين بيناتهم، صاير كلام، فكبران الموضوع بيناتهم، واذا يعني واصل الى مرحله شجار عشيره ويا عشيره كلش بعد الشغله. فهو وصل على هالمرحلة، بعد واصل للمرحلة أخيرة. اي فهو هم صعد فرسه، ذول يصعدون مجموعة شيخ منا ذولا ومجموعة عشيرة وذول هم عشيرة منا. وقف بعد راح يبدي الكلام بيناتهم، يبدي القتال، شي يتقاتل شي. خوش هذا قبل لا يتكلم، وهذا اتذكر قال أنا شفت يم الرسول صلى الله عليه وآله، هو قال لي فد كلمة، قال لي لا تغضب. فراجع نفسه، قال هسه احنا راجع نفسي، هسه هاي مشكلة على الطفل بيناتهم متعاركين، يصير عشائر قاتل ومقتول، ها؟ فكلام النبي تذكره، قال له فلان شيخ عشيرة فلان، نزل لو راح سلم عليه. هذاك من شافه نزل، هذا هم نزل، قال احترمه ما يصير، نزل لي جاني، تمام؟ قال له شنو المشكلة؟ قال له كيت وكيت. فانحلت المشكلة ورجع، قال سبحان الله، النبي يعرف هاي المشكلة يراد لها حل. انه انا ما اغضب، هذا لو صاعد على الفرس مالته وفلان هالشكل وفد كلمتين ثلاثه، هذاك هم كلمتين ثلاثه، شو يصير؟ ها؟ يصير تسيل الدماء. واحنا بالروايات يقول لان السماوات والارض تزولا اهون على الله من قطره دم تسفك. ترى الدماء محترمه جدا عند اهل البيت. الامام الحسن عليه السلام يقول لي أخيه أبي عبد الله الحسين، وكان يتمنى أن يدفن عند جده رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول من جملة وصايا، قال له أخي حسين ادفني عند أخي عند جدي رسول الله. قال له ولن تستطيع، يعرف إيش راح يصير، راح تطلع فلانة يطلع فلان مروان وكذا مشكلة تصير. فقال له أخي أسألك بالله وأقسم عليك بالله، ما أريد تهراق بسببي محجم الدم، قدح من دم بسببي ما أريد. ترى الموقف كان جدا صعب يعني، لأن أبو الفضل كان متهيئ يريد يقاتل والدنيا مقلوبة، وذولاك النبال كل مطر على نعش الإمام الحسن، مع ذلك حريصين أهل البيت أنه ما تراق الدماء. هاي أخلاق أهل البيت، ما يصير على أي مشكلة وأي شيء ورأسا الناس طالعة وكذا، لا الدماء محترمة أبدا. هذا نهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلذلك النبي كان أسوة، كان قدوة في كل شيء، كان يجلس جلسة العبيد ومع العبيد، ما كان يدور مكانه بالمجتمع، ما يفكر بهالمسائل هذه. يقول الإمام علي بن أجل البلاغة، المؤمن يكره السمعة ويشنأ الرفعة. المؤمن شي يسوي بذني؟ يا سمعة يا رفعة. سلمان المحمدي هذا الحواري، حواري رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني تصور بالمدان، كان والي بالمدان، تدري واحد شي يقول له يعني من الناس، يقول له يا سلمان، قال له ألحيتك أفضل أم ذيل الكلب؟ مو هذا من حواري رسول الله، مو شخص عادي. هو ضحك بس وجه، يقول قال له يا هذا إن عبرت بلحيتي هذه الصراط فلحيتي أفضل، إذا يوم القيامة قدرت بهاي اللحية أعبر الصراط أنا لحيتي أفضل، وإن لم أستطع أعبر الصراط يعني وقعت بنار جهنم، قال له فذيل الكلب أفضل. ذيل الكلب أفضل، هي يعني الموت أولى من ركوب العاري، والعار أولى من دخول النار، والله ما هذا وهذا جاري. ما يحصل على الحسين، لكن يضرب أمثال صلوات الله وسلامه عليه فعلا. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله كان ذلك البشر الجميل والوجه المتبسم في وجه الآخرين، وذلك الإنسان المتواضع البسيط جدا، إنه
ما عنده هذه اللي يدور عظمه ويدور مكانه بالمجتمع، ميتة. هم جابوا له منبر وسووا له، قالوا على الجضع يقعد، حتى الجضع يقول الشيخ عباس القمي قام يحن للنبي صلى الله عليه واله، انسان متواضع جدا. جابوا له اريك عود يصعد عليه، قالوا له نريد نشوفك اعلى، لكن كرامات انه هو يكون اعلى. سبحان الله، كان دائما منكبه عاليتين. يجي واحد يقول سامع بالنبي، يقعد يم النبي من بعيد، يقول قام يرجف فشكل، ترتعد مفاصله، يخاف من عنده، يقول لك هذا نبي وكذا متعلق بالسماء، وهذا ممكن يعني كذا وكذا، فيقعد يم النبي صلى الله عليه وآله. يقول النبي يضحك بوجهه، قال له يا هذا هون عليك، قال له إني ابن امرأة كانت تأكل القديد، يعني أنا ابن امرأة، القديد يعني مادة بسيطة ذول الفقراء يأكلوها، فأني أمي امرأة بسيطة وإحنا ناس بسطاء، يعني أنت ليش تخاف أو كذا. إنسان متواضع جدا، لكنه له هيبة. ترى الإنسان إذا كان ملتزم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، تكون إلى هيبة، تكون إلى عزة، تكون إلى مكانة عند الله سبحانه وتعالى. كفى بحسن الخلق الإمام الحسن عشيرة، ترى تعادل عشيرة. الإنسان إذا حصل أخلاق حسنة وامتلك يمتلك الكون كله، وأنا مو النبي يمتلك الكون لو لا، بيش بأخلاقه. هو في بعض الأحيان يقول الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإحسان إنسانا. أنت من تسوي زين للناس شنو النتيجة؟ فلذلك كان النبي ترى يتجنب في بعض الأحيان إنه يقول اللهم لا تحوجني لشرار خلقك فيحبهم قلبي. أنت مرات حتى إنسان سيء أو كذا يسوي لك فشي زين تضطر تحبه، النبي كان يستعيذ بالله إنه لا واحد إنسان فاجر أو فاسق يسوي له فد معروف، واضح؟ ولا تحوجني إلا إلى خيار خلقك في بعض الأحيان، لأن الناس بالناس. بعد ذلك الرائحة الطيبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، إذا مر بشارع تبقى ريحته، بعد لا يبقى له أثر، ليس له ظيل. هاي فد مواصفات. عدالة النبي لا توصف بوصف أصلا، ولا نبي يقدر يوصل عدالة النبي. شيخ عباس يقول حتى في نظراته كان عادلا، يعني راعي إذا قعد بمجلس يقول عين إذا باوع منا لازم يباوع منا، هالشكل هيش عادل حتى في نظراته، في كل شيء يحمل خلق. هاي الأنبياء كلها. يقول في يوم إبراهيم قال له إلهي أشكو إليك زوجتي سارة، يقول قال له الله عز وجل جاء بالوحي، قال له إن مثل الماء المرأة كالضلع المائل، إن قومته انكسر وإن تركته شنو تهنأت به. بينما النبي يقول ما شكى إلى الله ولا زوجة من زوجاته. روح القرآن واضح جدا، إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه والملائكة وصالح المؤمنين، ما يشتكي حتى على زوجته رغم تلك الأفعال. والقرآن يقول إن تتوبا فقد صغت قلوبكما. والله إذا ترى ما سوينا شكله يا الله يبدل بمؤمنات وقانتات وصالحات، يعني شنو المعنى؟ تنعكس هذا. فشوف هاي أخلاق النبي، هاي مكانة النبي، هاي عظمة النبي صلى الله عليه وآله، قدوة أسوة هذا النبي، وهاي العظمة وهاي المكانة وهذه الرفعة عند الله سبحانه وتعالى تجسدت بشخص علي الأكبر. شو يقول الإمام الحسين عليه السلام؟ يقول كنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك صلى الله عليه وآله نظرنا إلى وجه هذا الغلام، يقول فإنه يقول يشبه رسول الله خلقا، فكان أشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا. يعني إذا شكل يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله، زين، خلقا خلقا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، منطقا إذا يتكلم كأن رسول الله صلى الله عليه وآله يتكلم. فلذلك كان يأخذ مأخذ من الإمام الحسين عليه السلام، والإمام الحسين كان يحب حبا شديدا، لذلك يعني لها الصورة الجميلة، وجهه
وجماله وجمال أخلاقه. مو بس هذا، تروح وأقرأ التاريخ أنه كان ملازم للإمام الحسين عليه السلام. يعني شون من يمشي الإمام الحسين وما يفارقه، ومن يذكرون فد يوم من الأيام جاي يمشي الإمام الحسين مع صحبه وأصحابه، كان ملازما له قريب من عنده. يقول والحسين أخذته غفوة صغيرة، يقول وأفاق، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أبا أراك استرجعت، لما؟ قال بني لقد رأيت القوم يسيرون ورأيت هاتفا في السماء يقول إن القوم يسيرون والمنايا تسير معهم، يعني نموت. قال أبا أولسنا على الحق؟ قال نعم. قال أبا إذا لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ من اهتم؟ هذا علي الأكبر، شلون ما يحب الحسين؟ زين، يقولون فد يوم نصراني بالمدينة، يقول إجا للمدينة يسأل على الإمام الحسين وين، قال له هذا بالمسجد قاعد الإمام الحسين. دخل سلم على الإمام الحسين عليه السلام، قال له يا ابن رسول الله أنا في الماضية رأيت جدك النبي محمد صلوا على محمد وأسلمت على يديه، أنا رأيت بالرؤيا المسيح عيسى ابن مريم ورأيته يشير إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله ويقول هذا النبي من بعدي وآمن به وأنا آمنت به وجئت اليوم سألت، قالوا إن الرسول انتقل إلى الرفيق الأعلى وجئت إليك يا أبا عبد الله، قالوا ابنه موجود الحسين، جئت أسلم على يديك، وأسلم على يد الإمام الحسين عليه السلام. وبالأثناء قال له أنت شفت صورة النبي؟ قال شفته بالرؤيا. يقول فأمر بعلي الأكبر، دخل علي الأكبر، يقول لما رأى ذلك النصراني وجه علي الأكبر أخشي عليه وقال هو والله هذا رسول الله من رأيته. يقول من أفاق؟ قال له هذا ولدي الحسين، هذا ولدي علي الأكبر شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله. عاد قعدهم واحد منا واحد منا، قال له يا نصراني لو كان عندك ولد مثل هذا الولد بجمال هذا الولد، قال له ويقتل ماذا تصنع؟ قال له يا ابن رسول الله والله لو دخلت شوكة في رجله أقتل نفسي. قال له لو شوكة تطب برجله أنا أقتل نفسي. قال إن هذا سيقتل يوم عاشورة وسيقطع بالسيوف إربا إربا. فعلا الإمام الحسين عليه السلام يقول يعني تدرون صارب علي الأكبر قطعوه، لأنه من راد يطلع علي الأكبر؟ الإمام الحسين عليه السلام قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول ما استطاع أن يودعه، صح أكو أبيات شعرية يقول أويل من تلاقوا عند الوداع مشاه وقطول لما هو وللقاع ولاعبن الأبي والأبو لا يا أبوي عليك وداع لك شر. يقول يشم حسين صدر ابنه ويشمه ودم مثل دمعة مثل دمع ابنه يصب النار اللي بقلب ابنه بقلبه. لكن الحقيقة يقولون ما ودعه ما قدر الحسين يودعه. ايش سوى الحسين؟ يقول تلا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. يقول فهم علي الأكبر أنه أذن له أبيه الحسين بالقتال وكان أول من قدم الحسين علي الأكبر، فلذت كبد الحسين. يشهد الله أنا ما أعرف اليوم ترى المأتم إلى طعم خاص، لأنه اليوم جاي نتحدث عن روح أبي عبد الله الحسين هذا علي الأكبر. يقول عندما نزل علي الأكبر ذلك الفتى الذي يحمل شمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وبأسه وشدة علي المرتضى في الثبات نزل على ذلك الجواد وكان يحمل سيف أمير المؤمنين. يقول ونزل للقتال كما ينزل علي بن أبي طالب.
يقول من نزل ويقتل فيهم مقتلة حتى قتل 120. يقول في رواية ظنوا أنه علي بن أبي طالب قد خرج من قبره، فنادى علي الأكبر: أنا علي بن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. ثم إن علي الأكبر عليه السلام يقاتل قتال الأبطال، والحسين ينظر إليه. ثم إن ليلى كانت تنظر إلى وجه أبي عبد الله الحسين، تشوف الحسين إذا مرتاح يعني ابنها ما في شيء، لكن رأت وجه الحسين تغير، اصفر لون الحسين، قالت: سيدي أبا عبد الله أصيب ولدي علي؟ قال: لا لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه، هذا بكر بن غانم بألف رجل. قال: يا ليلى اذهبي إلى الخيمة وادعوا لولدك علي، فإني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن دعاء الأم مستجاب بحق ولدها. ذهبت ليلى إلى الخيمة، ماذا فعلت؟ نشرت شعرها، رفعت ذراعيها: يا 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 أعتذر من أمهات الشهداء والفاقدين. صاحت: إلهي 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 بغربة أبي عبد الله الحسين، إلهي بعطش أبي عبد الله الحسين، إلهي يا راد يوسف إلى يعقوب اردد علي ولدي علي. هذا يقول: وجاء علي الأكبر، استجاب الله دعاء ليلى. جاء علي الأكبر إلى والده الحسين يحمل رأس بكر ابن غانم، وقف، قال: أبا حسين، ثقل الحديد أجهدني، العطش قد أهلكني، أريد جائزتي، فهل شربت من شربة ماء من معين؟ أتقوى بها على الأعداء؟ يقل لي: يا ابن علي يا ابن علي، الماء مني أنا أجيبه، يا ابني يا ابني الماي مني أنا جيبه، ودصبر يا علي يا أبويا ترى مواعيدك جريبه. يقول: ثم طلب من علي الأكبر أن يذهب إلى أمه، ذهب إلى أمه، قال: أمك سوف تخرج روحها من بدنها، أسرع إليها ولدي علي. ذهب إلى أمه، اعتنقها، قبلها، ثم إنه ودعها وجاء ليقاتل، وقاتل قتال الأبطال. وهذا مرة ابن منقذ العبدي قال: علي آثام العرب إن لم أذكر به أباه الحسين. فطعنه طعنة على خاصرته، ثم ضربه على رأسه، فانحنى علي الأكبر على قربوس سرجه جواده، وسهلت الدماء من على رأسه على الفرس. ثم إن الفرس بدأ لا يرى شيئا، لأن دماء علي الأكبر سالت على عيني الفرس. أخذه الفرس إلى الأعداء، احتوشوه من كل جانب ومكان، وقطعوه بالسيوف إربا إربا، مناديا: أبا يا حسين عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله، وهذه جدتي فاطمة، جاءوني بكأس من الماء ويقولون إن لك كأسا مذخورة،
لما سمع الحسين صوت ولدي علي الأكبر تقول سكينة: أنا واقف أنظر لوالدي ماذا يصنع، رأيت والدي لا يدري أين يذهب يمين أم يسار عندما سمع صوت ولدي علي الأكبر، ولكنه ذهب مهرولا إلى أرض المعركة. نزل عند ولدي علي الأكبر، جلس عند ولدي علي الأكبر يمسح الدم والتراب عن وجهه، ولم يكن فيه رمق من الحياة. أويل تعنى لو على ابنية خوصر، تعنى لتعنى لو على ابنية خوصر، وصاح بصوت من الصخر ينطار: بويا بويا على الدنيا العفا بعدك يا الأكبر، يا قل أبويا على الدنيا العفا بعدك يا الأكبر، ماذا فعل؟ يقول جلس على الأرض الحسين ينظر لولده، يقل: أبويا من عدل رأسك ورجليك، عادة يموت يما واحد علي الأكبر بات وما يما الحسين، يقل: أبويا قول من عدل رجليك يا أبويا، ومن غمض عيونك واسبل يديك يا ابويا، كل سيف كل سيف الوصل ليك يا ابويا، لعند عدا طاع ذاي قطع. ابيات الدعاء اخواني اللي عنده حاجه: الحسين ما استطاع ان يحمله، صاحب بني هاشم احملوا اخاكم علي، حملوه إلى الفسطاط، جاء النسوة يصرخون، ليلى جلست عند ولدها تقول له: يا ابني علي يا ابني علي هالنوب وذليت. المرة بعد راح علي منه، تقول له: يا ابني علي هالنوب وذليت. هاي للأمهات أويلي يا يما، والموت ياخذني تمنيت يما، عمود الوسط عمود الوسط يا علي ابني يا الشايل البيت، يا يما أنا بيش جيت وبيش رديت، ايه انا بيش جيت وبيش، ايه يلا مله يلا 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 ابو عباس بيش رديت. جزاكم الله خير الجزاء، نحيي بروح ثوريه 10 دقائق وان شاء الله يجي المله على حتى يكمل اللطف. نحيي بروح ثوريه شعائرنا الحسينية، اسمك ثورة يا حسين أعلى من العناوين، اسمك ثورة يا حسين أعلى من العناوين، صرخة حب ولائية شعائرنا الحسينية. نحيي بروح ثورية شعائرنا الحسينية، نحيي بروح ثورية شعائرنا الحسينية. احفظ المستهل، جزاك الله خير الجزاء. نحيي بروح ثورية شعائرنا الحسينية، اسمك ثورة يا حسين أعلى من العناوين، وياي اسمك ثورة يا حسين، اسمك ثورة يا حسين أعلى من العناوين، أعلى من العناوين.
صرخة حب ولائية، صرخة حب ولائية. شنو شعارنا؟ شعائرنا. إيه أريد جواب، جواب هذا مو جواب. نحيي بروح ثورية شعائرنا الحسينية. إلك إلك. نحيي بروح شعائرنا الحسينية. اسمك ثورة يا حسين، اسمك ثورة يا حسين. أعلى من العناوين، أعلى من صرخة حب ولائية شعائرنا الحسينية. صوت الإسلام الحقيقي، صوت الإسلام الحقيقي جدد، صوت الإسلام الحقيقي جسد حسين بنهضته. ياهو مثل حسين ضحى، ياهو مثل حسين ضحى من أجل إصلاح أمته. ياهو مثل حسين ضحى من أجل إصلاح أمته، واحنا لو خدام فعلا نقتدي بسيرة صحبته. حتى الشعار نرفعه بدم النحور نوقعه. لا بد تعيش الوضع ونفتهم قيمة خدمته. نهج حسين حرية لا ذلة عبودية. نهج حسين حرية لا ذلة عبودية. دم أبت الدين وجروحك نياشين. دم أبت الدين، دم وجروحك وتبقى بدمنا مروية. شعائرنا، شعائرنا نحيي نحيي شعائرنا الحسين. اسمك، اسمك ثورة يا أعلى من العناوين. صرخة حب، صرخة حب شعائرنا الحسينية. إلى خادم الحسين الأستاذ جبار حسن البدراوي، احنا من نحيي الشعائر بيت الدعاء، احنا من نحيي الشعائر نهتدي بحكم الشريعة. احنا من نحيي الشعائر نهتدي بحكم الشريعة. مور يا الله يشهد نعشقه، مور يا الله يشهد نعشق حسين ونطيعه. احنا مو طلاب سلطة ولجل منصب ما نبيعه، احنا مو طلاب سلطة ولجل منصب ما نبيعه. بفيض المدامع والدماء
حب ابو اليمن ترجمه بكل غالي دونا قدمه بكل سنه نجدد البيعه كل احنا فدائيه ما بين انتهاجيه كل احنا فدائيه ما بين انتهاجيه تعرفنا الميادين وقت الشده ملين ويا تعرفنا ايه مشاعر حب حقيقيه شاعرنا الماجورين وموفقين ببركه الصلاه على محمد وآل محمد. ونستقبل الملا علاء سعيد رجب البدراوي بالصلاه على محمد وآل محمد. انت وحيدك راح ابادك هاي السماعه هاي السماعه. يا الله لقضاء الحوائج وشفاء المرضى لتعجيل وجه مولانا صاحب العصر والزمان ارفعوا اصواتكم بذكر الصلاه على محمد وال محمد. رحم الله من ذكر القائم من ال محمد. يلا شباب فدوا شاركنا بالعزاء. ولا يا ابني علي شمعة يا ابني علي ولا يا ابني علي شمعة يا ابني علي ولا يلا ويا ليلت شمعة يا ابني يلا سمعني ولا يا ابني شمعة المن رايد صوتك فدوى شبابك وفدوى الايدك سمعني سمعني فدوى هذا صوتك يشهد لك يوم القيامة يوم الزهراء. يلا حبيبي ولا يا ابني علي شمعة يا ابني علي ايدك وصوتك ولا يا ابني علي الشمعة يا ابني علي يلا ويا ليلى يا ابني علي الشمعة يا ابني علي يلا سمع صوتك ولا يا ابني الشمعة يا ابني علي آه يقلولي يا صبري شلون أريد أصبر يا مذبوحي وجمالك أنزلي بليحدي وأبد ما ينقطع نوحي علي الأكبر وهي في الروح
فتح بوابة جروحي يموت اللي أخذ روحك حسافة ما أخذ روحي ولا أعلى أبويا كم آه يا ابني يلا طلع صوتك و علي يا نازي القدر محتوم يسبح بي الصبور يقدر إلى خادم الحسين الشاعر الأستاذ عمر فاروق البدراوي العلي يا نازي القدر محتوم يسبح بي الصبور يقدر وانا بيدي الصبور سبحه قطعها جوز المقدر قطعها آه يا أيوب انتهم عندك اسمع ليلى شو تقول يا أبوي يا أيوب انتهم عندك ذبيح بكربلا موذر يا يعقوب ايش يصيبك لو الصباح يوسف علي الأكبر صباح يوسف علي الأكبر ولا يا ابني كم يا ابني ولا 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 يا قلب هاجر يفرفح طير ذبيحي بمذبح اسماعيل فداها الله بكبيش لكن دمعها ظل عليه دمعها ظل عليه شقول أنا وشوف ابني شقول أنا وشوف ابني ذبيحي وساح قاتل خيل ذبيحي وساح قاتل خيل لقضيه النهار يدمو وخلص بالونين الليل لخلص بين ونين الليل ولا يا ابني كما يا ابني يلا سمعني أعلى ولا يريحانة تقلب أمك عسى العبدي قطع نحر أمه وذبيحة وسديت يمك يا الأكبر زغرتي سنيني
ووسط قلبي يشكر هضمك عسى بعيني العمى ولا شوف صريع بخيمتي جسمك ولا يا ابني عمي نار بدليلي تسعر ما تنطفي يا الأكبر والنار شي طفيها تحرق قلب راعيها ما تنطفي يا الأكبر أحلفك بالأكبر لا تبخل لا بيدك ولا صوتك إبوي يا الله سمعني صلاة على محمد وآل محمد نار بدليلي تسعر ما تنطفي يا الأكبر نار بدليلي تسعر ما تنطفي يا الأكبر والنار شي طفيها تحرق قلب راعيها ما تنطفي يا الأكبر نار بدليلي تسعر ما تنطفي يا الأكبر نار نار ابويا والنار شي طفيها تحرق قلب ايه ما تنطفي ايدك ايه ما تنطفي اه نامي براغت ويتهنى يا الحققت امالي يا ثمار قلبي وعزم هيج الولد ياردونا ما يعز دم الغالي للدين يضحى بدم ورفعت بالعز راسي أدريك نعم الوالي والقلب تفرج هم تدري بدليلي ايش صابر من الفراق صابر والمهجتي تعليها والنار شي طفيها والنار ما تنطفي ما تنطفي يلا حبيبي نار بدلي نار بدليلي والنار شي طفيها ابويا والنار شي طفيها ليه ساكت ما تنطفي يومك جراح دلالي ما شفت بعدك راحة ومني أنا أجيب الراحة ومداهينا خلاني وبحرب تلجار راحة زيدت قلبي جراحة وعيوني تربي وما تشوف قلبي انطفى مصباحه يا شوفيتك
لك مصباح. قول يا لشوفتك يا لشوفتك مصباح. نيرانك التجويني وإفراقك الماذيني والروح شي سليها والنار وين ما تنطفي ما تنطفي. يلا يلا فدوا شبابك نار بدلي نار بدليلي نار بدليلي تسعى بعد الطيبية والنار شي يطفيها ابوي والنار شي يطفيها تحرق قلب راعيها ما تنطفي يا ابني تعبت بيامك وتلفيت راحت ليالي لاجلك يا راحت ليالي والمهد قلب امك كان والمهد قلب امك كان وقتي رهن توحد ومن طالعك صفحة نور نور يا أبويا من طالعك صفحة نور تنعكس وتضويني بالعاطفة تضويني سهم الدغر خيبني من صوابك صوابني والجبدتي ما ذيها والنار شي طفي ما تنطفي ما تنطفي يلا بويا نار بدليلي ما تنطفي والنار شي طفيها والنار شي طفيها تحرق قلب راعيها ما تطفي ايه قابلني يا عم نفنيها قابلني يا عم نفنيها قابلني يا عم نفنيها يلا ويا علي الأكبر قابلني يا عم نفنيها قابلني يا الله الله بالحرمة لنصاحي الأكبر راح الزم يمنتها العسكر يا عم وانت الصبي الأيسر نطبق سافل هب عليها قابلني يا ويا علي الأكبر صوتك قابلني يا بعد على قابلني يا يا وين تقول المشرد وانا يا جانب تمشي تريد لي انا حصرنا الجيش شبتك وين وبسيف وسيفك نمحي قابلني يا قابلني يا الله الله أنا يعرف نسمي الأكبر طاعوني لكل جيش وعسكر وانت العبا سبك المحضر وانت العبا سبك المحضر صولة حدر ننراويها قابلني يا عم نفنيها
تعبت يلا ابويا قابلني قابلني يا الله الله يا عم نهجم يمنى ويسرى والقابل ضيع الشاعر خادم الحسين صالح الخفاجي يا عم نهجم يمنى ويسرى والقابل ضيع عمره كل جيش طوب ينطشره ونطوب نحصد هل تاليها قابلني يا هي قابلني يا الله الله اش ما يشريد هل جيش بعمره هالمنظر يا عمي حيره على اليمنى دار على اليسرى على اليمنى دار ايه من يهجمتا هم حدر صار امتانيها قابلني يا عيم نفنيها افلح من صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إلهي بمحمد وآل محمد عجل فرج إمام زماننا اجعلنا من جندي وأنصاره وأعواني وأشياعي وأتباعي والمرضيين عنده يا الله والمستشهدين بين يدي وتحت لواء يا الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين خذل الكفار والمنافقين أيد وسدد حماة الدين علمان العاملين احفظهم جميعا يا الله ارحم الماضين منهم وفق الباقين لخدمة شريعة سيد المرسلين اللهم اجعل هذا البلد آمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك يا الله اجعل قلوبنا عامرة بتلاوة القرآن الكريم ومحبة أهل البيت يا الله إلهي من كان في مجلسنا هذا مريض أو عنده مريض مرضى المؤمنين والمؤمنات والسامعين اللهم من عليهم بالصحة والعافية يا الله يا ولي العافية ارزقهم العافية يا منانا بالعافية ارزقهم العافية تصدق عليهم بالعافية إنك ولي العافية يا الله اللهم بمحمد وآل محمد قضي حوائج المحتاجين أدي دون المديونين فرج عن المهمومين والمغمومين يا الله المؤسسين لهذا المأتم المشاركين جميعا اللهم احفظهم جميعا وفقنا وإياهم لخدمة أبي عبد الله الحسين يا الله إلى أرواح المؤسسين والمشاركين جميعا من أهل هذا الجمع وموات السامعين هدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات